طيب يلا هنبدأ كده في الدرس الثاني. عرفنا دي قلتها لكم في بداية المفهوم اللي فات، اللي قبل المفهوم ده. قلت لكم إن أي مادة بتتكون من جسيمات صغيرة، حاجة اسمها جزيئات، بنطلق عليها اسم الجزيئات. والجزيء نفسه يتكون من جسيمات أصغر تسمى الذرة. يبقى إذا أصغر حاجة في المادة هي الذرة. تاني، المادة، أي مادة صلبة سائلة غازية، أي مادة الجسم بتاعها يتكون من وحدات صغيرة تسمى الجزيئات. طب الجزيء يتكون من وحدة أصغر تسمى الذرات، ودي المفروض أخدناها قبل كده. وطبعا أخدنا طيب إن المادة لو اكتسبت طاقة إيه اللي يحصل لسرعة الجزيئات، أو إيه اللي يحصل للذرات؟ بتنتهي بسرعة. تزداد سرعتها. تمام، في مشكلة في المعلومتين دول؟ لا بس تمام. طيب تعالوا ناخد بعد كده الحرارة، أخدناها مرة قبل كده. مين بقى الشاطر الممتاز المتفوق اللي يقول لي تعريف الحرارة كانت بتبدأ بإيه وتعريفها إيه؟ أنا عارفاها، أنا سلمى، قولي يا سنة. مش أنا عارفها، بقول درجة الحرارة يعني تعرفها إيه؟ الدرجة ولا الطاقة؟ معلش عشان لا، درجة الحرارة. دي مثلا بتكون مقياس للمتوسط طاقة حركة الجسيمات اللي بتكون مكونة للم... برافو عليك، احنا خدنا قبل كده تعريف درجة الحرارة وقلنا هي متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. طيب دلوقتي بقى هناخد تعريف الحرارة، يعني مش درجة الحرارة، الحرارة نفسها. الحرارة دي اللي هي يعني ايه، هي تقريبا تشبه برضو تعريف الطاقة الحرارية، يعني الاتنين. بس خلينا دلوقتي ان دي تعريف الحرارة. تعريف الحرارة هي الطاقة التي تنتقل من جسم إلى آخر. تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهم، وده اللي احنا اتفقنا عليه، يعني ده شرط انتقال الحرارة. شرط انتقال الحرارة من جسم لآخر لازم أن يوجد اختلاف في درجة الحرارة بينهم. يبقى تاني، تعريف الحرارة هي الطاقة التي تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف الحرارة بينها. طيب في وحدة بقى، وحدة قياس الحرارة. بصوا، هي معنى كلمة حرارة على فكرة يعني الطاقة الحرارية، معنى كلمة حرارة يعني الطاقة الحرارية، عشان أصلا هو أساسا بدأ التعريف بكلمة الطاقة. يبقى هي الطاقة التي تنتقل من جسم لآخر نتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهم. طب وحدة قياسها إيه؟ طبعا زي ما بقيس الطول بوحدة المتر، وبقيس الكتلة بوحدة الكيلوجرام، وبقيس الوزن بالنيوتن. فدرجة الحرارة الطاقة الحرارية كمان لها وحدة قياس، ايه؟ السعر الحراري. أو في وحدة تانية اسمها الجول. أصلا أي طاقة ما تاخدوها إن شاء الله في الفيزياء أو في الإعدادي، أما تروحوا أولى إعدادي تقريبا هتاخدوها، أي طاقة بتتقاس بوحدة الجول. طاقة حرارية، طاقة كهرباء، أي طاقة، معظم الطاقات بتتقاس بالجول. أما هنا في الطاقة الحرارية بقى لها وحدة تانية، هي السعر الحراري. مش انتوا ساعات ما بتيجي تاكلوا أكل كده، أو بتجيبوا مثلا تشتروا أي كيس بسكوت من بره أو أي حاجة، بتكون مكتوب عليها السعرات الحرارية، صح؟ أيوة. مثلا يقول لك 500 كالوري، 100 كالوري، فهي دي معناها السعر الحراري، يعني في طاقة قد إيه؟ يعني في طاقة حرارية قد إيه؟ نفس الكلام برضو بنقيس، يعني بنقيس بيها طاقة حركة الأجسام، بس في الغالب يعني، أو الاتنين، لأ الاتنين بيمشوا، إن أنا بقيسها عادي بالكالوري اللي هي السعرات الحرارية، أو بقيسها بالجول. خلاص، بس هي وحدة الجول مش موجودة عندكم. يبقى إذا هنا تقاس الطاقة الحرارية أو تقاس الحرارة بوحدة تسمى إيه؟ السعرات الحرارية أو الجول. السعرات الحرارية. خليها بس السعرات الحرارية، يعني انا قلت لكم الجول دي معلومة ليكم، يعني ان اي طاقة بتتقاس بالجول، انما هنا في المنهج عندكم ايه؟ السعر الحراري. طيب
في النقطة اللي بعد كده أو في الجزئية اللي بعد كده برضو بيقول نفس الكلام، إن هو جايب لكم حتى في الرسم هنا جسم بارد وجسم ساخن، وعامل سهم الحرارة إن انتقال الحرارة بتكون من الساخن للبارد، ودي طبعا عارفينها. طيب في بقى نقطة مهمة جدا، إيه هي؟ أنا دلوقتي لو اضطررت ده درجة حرارته 100 وده درجة حرارته 10، هل هيحدث انتقال للحرارة كاملا يعني لحد ما دي تبقى صفر مثلا ودي تبقى 110، ولا هيحصل لحد ما درجة حرارتهم تبقى كام؟ يعني لا، لحد ما تكون حركة حالتهم زي بعض. برافو عليك، هتبقى زي بعض اللي هي تكون جنبها، من الشاطر اللي يعرف يحسبها لي. استني كده، 50 50 و50. لا 55 و55، على ان في 10، خمسة، يعني ما خدتش بالي. 55. ده 100 وده 10، يبقى 110 كام؟ يبقى 100 زائد 10 تطلع لي 110. طب هقسمها على الجسمين، يبقى المفروض ده درجة حرارته 55، ده كمان درجة حرارته 55. طيب لما ده توصل درجة حرارته 55 وده توصل درجة حرارته 55، الحالة دي اسمها الاتزان الحراري. يعني ايه اتزان؟ يعني تساوي حراري، يعني الاثنين متساويين في الحرارة. طيب يعرف الاتزان الحراري هي الحالة التي تحدث عند تساوي درجة الحرارة، درجة حرارة الأجسام، ويتوقف عند انتقال الحرارة. يبقى تاني، ايه هي حالة الاتزان؟ هي حالة بتحصل امتى؟ لما يكون عندي جسمين حصل بينهم انتقال للحرارة لحد ما الاتنين بقوا نفس الدرجة، وكمان وتوقف انتقال الحرارة، مبقاش يحصل انتقال الحرارة بينهم. في مشكلة في الجزئية دي، عشان دي يعتبر دي الحاجة الجديدة اللي احنا أخدناها النهاردة، في مشكلة فيها؟ لا يا مس، يعني يا مس، بيكون الجسم الساخن بيدي الجسم البارد لحد ما الاتنين يساووا في نفس درجة الحرارة. أيوة، لحد ما الاتنين يكون شكل بعض زي بعض، تمام. ده اسمه الاتزان الحراري. اللي عايز نعيده تاني يقول مفيش أي مشكلة عادي، ما حدش يتكسف. ها دان، محمد، سيف، همز، فاهمين؟ أيوة. تمام. هنا بقى بدأ يجيب السؤال، يقول ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة؟ لو هما الاثنين لهم نفس درجة الحرارة خلاص، يعني ده 10 وده 10، خلاص أنا وأنت زي بعض، هديك ليه أو أنت هتديني ليه؟ خلاص يبقى لن يحدث انتقال الحرارة بينهما أو لا تنتقل الحرارة بينهما. طيب السؤال اللي بعده عكسه، بيقول ماذا يحدث إذا تلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة؟ الإجابة هتكون إزاي بقى؟ طبعا هنبدأ الإجابة بنقول إيه؟ هيحدث انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، وأكمل حتى يصل إلى حالة الاتزان. يبقى تاني، تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، وأكمل إجابتي بقى لو أنا عايزة أخليها كاملة، هنقول حتى يصل إلى حالة الاتزان، لأن كده كده مصيرهم هيوصلوا لحالة الاتزان أكيد. تمام؟ تمام. طيب تعالوا كده نحل. محمد، حل لي يا محمد كده أول نقطة في الأسئلة اللي تحت دي. عند زيادة درجة حرارة الجسم فإن طاقة حركة الجزيئات تقل وتزداد ولا تتغير، ها لم انت قلت ايه؟ انا ما سمعتش. يبقى زادت. تزداد. تمام. احمد اشرف، لا مش احمد حاضر. اشرف يلا قول. تنتقل درجة الحرارة من جسم درجة حرارته 60 درجة مئوية لجسم آخر درجة حرارته بإيه؟ قلت كام؟ 40. 40. برافو، لأن الستين هتدي الـ40، إنما مش هتدي الستين ولا هتدي الـ80. برافو يا حبيبي. طيب ماشي، أنا عارفة إن في لسه ناس ما اتسألتش، أنا بهو بحاول أسأل اللي ما اتسأل. نعم يا مس ملوك. ممكن في حاجة تاني عشان نكتب فصل؟
ممكن ايه؟ اسمع حاجة تاني عشان الناس تفصل. اشرح له الثاني ده. بص بقى، طبعا الحته مسجله يا ملك، ما ينفعش اقفل المايك، اقفل المايك ملك، الحصه مسجله، ممكن تبقي ترجعي تسمعيها ماشي، وانا بشرح الصفحه دي برضو هتلاقيني بعيد تاني، بحاول بعيد تاني برضو، يعني اصلا الكلام بيعيد نفسه على طول. طيب التجربة دي مش عارفة هي اللي كانت موجودة نفس السنة اللي فاتت ولا ايه، استنى كده. اه هي تمام ماشي. بص بقى التجربة دي باختصار بيقول ايه، انا هو جاب اناء وسخن فيه مية، تمام، حط فيه مية سخنة يعني، سواء انا عامله لكم بالاحمر اهو، حط فيه مية سخنة وصل مثلا درجة حرارتها لـ60، وقام في نفس الإناء جاب نفس كمية المية، يعني نفس الكمية بالظبط بس مية باردة درجة حرارتها 20، مية باردة درجة حرارتها 20، المفروض إن درجة الحرارة النهائية بعد ما خلطت المية مع بعضها تكون كام؟ 40، لأن الـ60 هتدي الـ20 اتنين عشرين قصدي. برافو. يبقى المفروض لما أقيس درجة الحرارة، أنا طبعا عندي 60 و20 80، طب لما الـ80 أقسمها على الاتنين يبقى المفروض 40، يبقى إذا هنا المفروض درجة حرارة المية النهائية تبقى 40. بس بالفعل بقى لو انتوا جيتوا تعملوا التجربة دي هتلاقوا درجة الحرارة مثلا 35، هتلاقوها مثلا 32، في الحدود دي. طب ليه بقى يا مس؟ لأن أنا بعمل التجربة مش في مكان معزول، يعني إيه؟ يعني في شوية من الحرارة انتقلوا للهواء، وكمان في شوية من الحرارة انتقلوا للجدار بتاع الإناء، يبقى هنا حصل فقد في الطاقة الحرارية للوسط المحيط، يعني مش كل الحرارة حصلت بس انتقلت للمية الباردة، من المية السخنة للمية الباردة، لا، ده جدار الإناء خد مية والهواء المحيط خد، قصدي خد حرارة، جدار الإناء خد حرارة والهواء المحيط أخد حرارة، علشان كده في لما إذ العمل فعلا العملية دي في الواقع بلاقيها أقل من اللي أنا حاسباه، يعني الحساب النظري بتاعي المفروض تكون 40، طب الفعل بقى اللي في الواقع اللي انا لما اعمل التجربه بالفعل لا هلاقيها اقل 5 درجات 7 درجات. طب ليه اللي حصل؟ ان حصل فقد في الحراره للوسط المحيط، فاهمين دي ولا صعبه؟ يعني مس في التجربة درجة الحرارة النهائية طلعت 40، بس لما احنا نعملها هنلاقيها أقل من 40 وأكتر من 30، أو في حدود 40 و30، عشان اللي هو الإناء المحطوط فيه بتاع خد مية، واللي هو الغطاء بتاع خد مية، والهواء المحيط خد مية طاقة حرارة. ايوه بالظبط كده، يعني بمعنى اصح لو انا هحسبها بالورقه والقلم هتطلع لي 40، طب لو انا هعملها تجربه في الواقع لا هتطلع لي غير اللي انا حاسبها بالورقه والقلم. ليه؟ لان حصل فقد في الوسط المحيط والهواء والجدار كل الكلام ده، مفهومه دي؟ أي مش مفهوم. مفهومه. تمام. طيب بص بقى بيقول ايه هنا بقى، طبعا لما عمل التجربة لقى الملاحظة إن بتقع درجة الحرارة النهائية للماء بعد الخلط بين درجتي الحرارة المسجلتين في بداية التجربة، يعني بتقع بينهم، يعني بتقع بين 20 و60، بمعنى أصح. أه فيها نقطة مهمة عايزة أقولها لكم، إن درجة الحرارة النهائية بتكون أكبر من 20 وأقل من 60، ما فعلا لازم كده، يعني لازم أن تكون درجة الحرارة أعلى من الجسم البارد وأقل من الجسم الساخن. أعلى من الجسم البارد لأن الجسم البارد اكتسب حرارة فلازم أن الرقم بتاعه يعلى، وأقل من الجسم الساخن لأن الجسم الساخن فقد حرارة فلازم أن تكون درجة الحرارة يفقد حرارة فدرجة حرارته تقل. يعني استحالة هلاقي درجة الحرارة النهائية مثلا 10
او استحاله الاقي درجه الحراره النهائيه 70، لازم أن يكون رقم واقع بينهم. واصله لكم دي؟ اي مس، طيب يعني احنا طلعت معانا اللي هو لو حسبناها او طلعت معانا درجة حرارة اقل من 20 او اكتر كده، كده في حاجة غلط او احنا مش حاسبينها صح؟ اصلا استحاله هتطلع كده. بصوا زي ايه بالظبط، هقول لكم. زي مثلا انا وسلمى، انا معايا 20 جنيه، سلمى معاها 60 جنيه. فسلمى كريمه وقالت لي ايه، انا احنا الاثنين هنحط فلوسنا مع بعض وهقسمهم انا وانت يا مس، وهنبقى زي بعض. قلت لها ماشي يا سلمى. هي 20 و60. اه قالت لي يا مس المفروض انت تاخد 40 وانا اخد 40. هل ينفع؟ هل ينفع هل ينفع هي تديني 10؟ أنا أصلا أنا يعني أنا مشاركة معاها ب 20، هل ينفع تديني 10؟ لا أكيد ما ينفعش، يا كده بتظلمني بقى. طب هل ينفع أنا آخد منها 70؟ لا لا. أو ينفع مثلا، لا ما ينفعش آخد منك 70. ليه؟ قصدي ينفع، قصدي آخد منك يعني آخد منك أنت كلك 70؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت اللي معاكي أصلا 60، أخد منك أنا 70 فوق ال20 اللي معايا إزاي بقى؟ ما ينفعش. فإذا هنا لازم الرقم اللي أنت هتاخديه واللي أنا هاخده يكون واقع بين الرقمين، يكون بين الرقمين، أنا أخد أكتر من ال20 وأنت تاخدي أقل من ال60، لأن أنت اللي اخترتي تتنازلي، أنت اللي معاكي أكتر وأنت اللي قلتي لي هديك عشان نبقى زي بعض. واصلة لكم ولا صعبتها أكتر ولا إيه؟ وصلت وصلت تمام ماشي. ماشي. هنا بقى بيقول في الملحوظة الثانية أو في الاستنتاج بقى، بيقول درجة الحرارة النهائية للماء تكون أقل قليلا من متوسط درجة حرارة الماء الساخن. وأنا قلت لكم شرحت لكم قبل كده متوسط يعني إيه، يعني بجمع الأرقام وأقسمها على عددهم. يعني أنا كان عندي 2 درق من المية، واحد درجة حرارته 60 وواحد درجة حرارته 20. عايزة أجيب المتوسط يا مس، خلاص هجمع 60 زائد 20 وأقسم على العدد. معاكي كام دورة؟ معايا 2، يبقى 20 على 60، 20 زائد 60 على 2 هتطلع لي 40. فهو بيقول بقى إن هي درجة الحرارة تطلع أقل من المتوسط. يعني إيه أقل من المتوسط؟ يعني أقل من 40. بيقول ليه بقى؟ لانتقال جزء من الحرارة إلى الدورق والهواء المحيط. طيب بس كده ما فيش اي حاجة تاني. بيقول بقى طبعا الكلام ده هو بيعيده، بيقول عند تلامس جسمين احدهما ساخن والاخر بارد بيحدث 3 حاجات. طبعا الجسم البارد بترتفع درجة حرارته وتزداد سرعة الجزيئات بتاعته لانه هو يكتسب حرارة. الجسم الساخن بيفقد حرارة فتنخفض درجة الحرارة وتقل الطاقة الحرارية او تقل سرعة الجزيئات. اخر حاجه خالص طبعا اللي احنا لسه شارحينها، ان درجه الحراره النهائيه بتبقى اقل من المتوسط قليلا. طيب في حاجه تانية كده ولا كده؟ طيب الحمد لله كده خلاص خلصنا درسنا. بس حضرتك قلت لنا الحصة اللي فاتت هناخد الدرس التاني ونحل تدريبات على الدرس الأول والتاني. طيب مش تعالوا يلا نحل الصفحة دي بس. ماشي أنا طبعا نبدأ. واجب تقول ايه ده؟ بس بيهالنا واجب ليه كل مرة بنحل الواجب بحل. طب هنعمل ايه؟ لسه باقي معانا حصة، لسه باقي معانا وقت. هديكوا واجب ما تقلقوش، هديكوا واجب. خلاص يا مس اشرحوا لنا درس تاني، ما بلاش اشرح لنا درس تاني يلا. أمس ماشي. أمس خلينا نحل يا أمس. لا نشوف درس تاني. الأغلبية، هنشوف الأغلبية. اللي عايز نشرح درس تاني يرفع إيده. ما شاء الله مفيش إلا أنت يا دان. دان لا وبيسان. معايا انسان. معاك إيسان، معاك أحمد أشرف. مازن معايا. مثلا الأغلب انا مش هختار حاجة، انا اللي نختاره هعمله عادي. طب هو أصلا ال هرجعي انك تحلي ولا تاخدي درس جديد؟
بصي يا دان، بصي يا دان، اه الشرح بتاع الدرس الجديد انا مش هلحق اقول فيه حاجه، لان هو تقريبا في حاجات كتير جديده عليكم، فعشان اشرح نقطه اخد بقيه الحصه فيها، فملهاش لازمه، وارجع تاني الحصه الجايه اعيدها تاني من الاول. ماشي فاحنا تمام. هنحل من هنا، مثلا هنحل الصفحه دي، ما تقلقوش هجيب لكم واجب، يعني هديك واجب. يلا هنبدا. ثانية بس نخلي اللي ما حلوش قبل كده يحلوا. ابدأي همسة، حلي كده همسة. ده صفحة كبدة مش يا روش مس همس 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 مش في الحصة أصلا يعني. ما اني شفتها، حاسة انا شفتها، مش عارفة. طيب ملك، حلي كده ماشي يا ملك. الحرارة تصل تصل سمعت جرحك من جسمك من جسمك لآخر صح صح، برافو، ماشي. يلا هنعيد الدور تاني من الأول. دان، بعديها بيسان، بعديها سلمى. ها، يعني أنا أقول يعني أنا أقول الأول يعني أنا أقول الأول أيوة، ماشي يمكن أن تقل الحرارة بين جسمين مستويين في تنتقل درجتين تنتقل مش تقل. ماشي يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين مستويين في درجتي الحرارتين هما تحت تحت ممكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين مستويين في درجة يا نهار أبيض يا دان، أنا هعيط، أنا لحظة هعيط لحظة لحظة وأجيب. دقيقة 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 ثانية 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 يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين مستويين في درجة حرارتهم غلط يا مثلا المفروض أن يكون في حرارة أكثر عشان الجسم ينتقل الحرارة غلط أنت قلتي أول حاجة صح ولا غلط؟ بس قلتي صح. بعدها قلت غلط ماشي يا دان، لم المهم ان هي غلط، لان الاتنين متساويين في درجة الحرارة، ازاي يحصل انتقال بينهم؟ صح يلا يا بيسان. هيحتاج برد لطاقة حرارية داخله خطأ، برافو عليك، لان احنا اتفقنا ان كل جسم عنده طاقة بداخله حتى لو كانت صغيرة. سلمى، تمام تنتقل الحرارة من المادة الأقل إلى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى لدرجة الحرارة غلط ومدروس كلها بتحكي على إيه؟ إحنا بنحكي عن الأكثر حرارة إلى الأقل حرارة برافو، تمام، شطورة يا سلمى. سيف، ماشي ماشي تزداد سرعة حركات الجزيئات المادة عند تسخينها صح برافو، تمام. محمد، جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة غلط هو تمام، دلوقتي احنا غلط. هنعيد الدور من الأول أحمد أشرف، لا لسه. تمام يا مش مع حضرتك جزيئات الماء الساخن تتحرك بسرعة تمام، صح. مين؟ ملك، جزيئات الماء الساخن تتحرك بسرعة أكبر تتحرك بسرعة أكبر انت بتقرأي فين؟ بقى الإجابة صحيحة مش سامعاكي. رقم كام؟ مش فاهمة. احنا في رقم 2، في اختر. ده صور الطاقة، صح كده، كله قال، مفيش حد ما قالش صح. طيب يلا يا دان. بعد لحظة بيقول السؤال كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام تفقد حركتها كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام الأجسام زادت طاقة حركتها
زادت طاقة حركتها. تمام صح. بالنسبة للحظة 30 افتكرت إنها غلط. سأقول يا بسان. مسمعتش. الألمونيوم. الألمنيوم صح. يتجمد الماء عند درجة الحرارة، عند درجة حرارة 0 درجة مئوية، عشان احنا قلنا بيبدأ يتجمد عند درجة حرارة 0، يعني مش بيكون متجمد كله يعني. برافو عليك يا سلمى شطورة. أقول لنس يلا يا سيدي. توقفت الحرارة بوحدة نيوتن. يا اختي الحقوني الحقوني، قصر الحرب وحدة ايه ايه؟ يا سيدي يا سيدي، نعم قصر الحرب وحدة ايه؟ بس هو انا ممكن اقولها ندى، لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي يعني. نمشي بالترتيب يا دين. يا ندى لو سمحتي مرة أنا واحدة، مش فاكرها مش فاكرها. طب أحمد مرة أشرف. واحدة أحمد أشرف نعم يا مس. قول. كنت انا سؤال يا مس، بس عشان الشطة كان ضايق عندي معلش. ماشي، بس ينفع اقوله بقى احنا في رقم واحد في أكمل. تقاس درجة الحرارة بوحدة سعر الحرارة. الحرارة. طيب السعر الحراري. برافو. السعر الحراري يا سيف. الكالوري. اصلا جاب خالص. السعر. يلا يا محمد. محمد محمد علي مش هنامس، هم كلهم طلعوا تقريبا. وملك. ملك. موجودة موجودة يلا يا ملوكة قولي. موجودة. يا ملك. قولي يا دان. هي هي من حظ فتحت، السوق. قولي يا دان. طب هي فتحت المي، طب اجاب ولا طب اجاب ولا استناها؟ استناها؟ قولي يا دان. يلا طيب يتوقف انتقال الحرارة بين جسمين عند صامو. ماشي التساوي. يا حب ماشي. تمام. انت مسوي. ماشي. طب عندك ناسيها ايه؟ بس اقتراح؟ والله جبتها تساوي. ايوه صح. ماشي هو ما يلا عادش فيه يا غيري، هو ما عادش فيه غيري وسلمى وبيسان واحمد اصلا. لسان. تعتبر المعادن من أنسجة المواد شهيدة توصيل للحرارة. تمام. سلمى ماذا يحدث إذا تلامس الجسمان لهما نفس درجة الحرارة؟ لا تنتقل الحرارة يعني، أنا نفس الحرارة. بس هو ما عادش تمام. غيري وسلمى وبسان وأحمد أشرف، فضل أحمد أشرف يجاوب، بعدها كده نكون المسابقة خلصت والدور. طيب ياش يلا اللي بعده. هو احنا هنعدي كل الأدوار وهنوصل لدرب أحمد أشرف. يس هما حرفيا كلهم خرجوا. هو دلوقتي مين اللي عليه؟ أحمد أشرف. أيوة يا مس، احنا هنعدي كل الأدوار بقى للأدوار. يلا يا أحمد. يلا يا أحمد. كل معادن من أمثلة المواد، أنا مش هنا. ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة؟ جسمان لهما نفس درجة الحرارة،
مش دي سلمى انت جاوبتيه صح؟ ايوه هي ايوه مثلا فعلا انا جاوبت سلمى. قلت انت لا تنتقل الحرارة يعني. قولي يا احمد اخر سؤال يلا. بس احنا فين مثل السماء عشان تلخبطيني بقى. اخر واحد خالص في الصفحة. يصنع مقبض بمتفسر يصنع مقبض المكواه من البلاستيك لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة. لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة. تمام صح ماشي. يا ولاد اسكتوا مش عارفة.